جديد التفاصيل لديك ضياء. نعم، جديد التفاصيل أن اجتماعا للمجلس الثوري يعقد في هذه اللحظات أو سيعقد بعد قليل لطرح القائمة الرسمية على أعضاء المجلس الثوري لنيل الثقة عليها، ومن ثم سيتم تسليمها إلى لجنة الانتخابات المركزية. لجنة الانتخابات المركزية ستتوقف عند منتصف هذه الليلة عن استلام أي قوائم سيتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك. لكن التطورات في هذا الموضوع، هناك مصادر خاصة لقناة الغد أشارت بأن مفاوضات تجرى منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، ونحن نتحدث إليكم، بين عناصر مقربة من القيادي مروان البرغوثي داخل سجنه، وأيضا بين مجموعة الملتقى الديمقراطي بقيادة ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية الذي فصلته حركة فتح بسبب قراره تشكيل قائمة. سيصار إلى تشكيل قائمة في اللحظات القادمة أو في الساعات القادمة إذا تم الاتفاق على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين. ستخرج القائمة وسيتم تسجيلها في لجنة الانتخابات المركزية بصورة رسمية. الراجح والمؤكد هو أن الاجتماعات لا زالت متواصلة بين عائلة مروان البرغوثي وأيضا مقربين من مروان البرغوثي وبين ناصر القدوة في هذه اللحظات. على وجه التحديد يعني هناك ضياء، حتى اللحظة لم تقدم قائمة حركة فتح الرسمية للجنة تلقي طلبات الترشح؟ على الإطلاق لم يتم تقديم ثلاثة قوائم حتى الآن، قائمة فتح الرسمية وقائمة الملتقى الديمقراطي ناصر القدوة وأيضا قائمة رئيس الوزراء السابق سلام فياض، حتى الآن لم يتم تقديم تلك القوائم. لربما خلال الساعات القادمة سيتم تسليمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، ولكن اللافت إذا ما يعني اتفق ناصر القدوة وأيضا القيادي الأسير مروان البرغوثي على تشكيل قائمة، هل سيصار إلى فصل مروان البرغوثي من حركة فتح كما حصل مع ناصر القدوة؟ هذا شيء لربما لمسناه قبل قليل من خلال تصريحات إعلامية قالت بأن موضوع مروان البرغوثي لن يكون يعني سهل، وأن لن يتم فصله كما تم الإعلان أو نفت عملية الفصل، ولكن هناك خصوصية كما قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجغوب، قال بأن هناك خصوصية لشخص مروان البرغوثي كونه قيادي في حركة فتح وأسير وله وزنه وتفاعله في الشارع الفلسطيني. ولكن السؤال الذي بات مطروحا في الشارع، هل ستعقد انتخابات فعليا في بعد قرابة الشهر ونصف من الآن؟ هذا طبعا السؤال الذي يبحث عنه الجميع في ظل هذه الخلافات وفي ظل هذا التجاذب واحتدام المواقف وكثرة القوائم الانتخابية في الشارع الفلسطيني. نحن نتحدث عن 25 قائمة حتى الآن تم تسليمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبلت خمسة منها، ومتبقي أيضا عدد من القوائم سيتم تقديمها، وهي القوائم الثلاث، قائمة حركة فتح وقائمة الملتقى الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة. نعم. وأيضا قائمة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء السابق.